أشرف سعد معنا من غلاسغو يحدثنا عن هذا الموضوع وهو موضوع اليوم في غلاسغو. بالفعل فضيلة، اليوم هو اليوم الأخير، ولكن ربما تستمر المناقشات الرامية إلى صياغة البيان الختامي ليوم أو يومين إضافيين. أليك شارما رئيس القمة قال في مؤتمر صحفي قبل قليل خلال هذه الجلسة ربما التي تجري الآن وهي ربما إحدى الجلسات النهائية، قال إن هناك الكثير من النقاط التي لم يتم حسمها، رغم أن ما صدر حتى الآن هو نجاح يمكن البناء عليه وخطوات إلى الأمام في سبيل مواجهة التغير المناخي وتحقيق هدف المحافظة على الارتفاع في درجة حرارة الأرض عند درجة ونصف الدرجة المئوية. الخبراء يقولون إن البيان الختامي لم يذكر هذا الهدف بشكل واضح، وربما يؤدي ذلك إلى أن يصل الارتفاع في درجة حرارة الأرض إلى 2.4% 4.4 درجة مئوية، وهو رقم سيؤدي إلى كوارث عديدة كما يقول خبراء المناخ، كوارث في الفيضانات، كوارث في موجات الجفاف، كوارث في ارتفاع كبير في درجات الحرارة وفي ارتفاع منسوب سطح البحر، كلها ستؤدي إلى الكثير من المشاكل. النقطة ربما التي لم يتم حسمها حتى الآن وتحتاج إلى المزيد من النقاشات قد تأخذنا إلى الغد وبعد غد ربما، هي مسألة التمويل، كمية الأموال التي يمكن أن تقدمها الدول المتقدمة للدول النامية التي تعاني بشكل أكبر من آثار التغير المناخي. أشكرك أشرف سعد مراسلنا في غلاسغو.